سماحة المرجع المجدد بعد أن أدى الصلاة وهو يتهيأ للخروج من المسجد الشريف. وهكذا انتهت مراسيم صلاة الجمعة المباركة في مسجد الكوفة التاريخي، وقد ودعت الجماهير إمامها ورمزها الروحي سماحة السيد محمد الصدر دام ظله الشريف، وهي تسأل الله أن يطيل عمره وأن يسدد خطاه لخدمة الأمة الإسلامية.
وننقل إليك عزيزي المشاهد لقطات من صلاة سماحته في الصحن الحيدري الشريف.